السادة الأعضاء، الزميلات والزملاء، الجلوس للاستماع إلى نتيجة التصويت بالنسبة لوكيلي المجلس. العودة إلى المقاعد والهدوء. أرى كثيرا من الواقفين السادة الأعضاء، لقد انتهت اللجنة الخاصة المشكلة للإشراف على إجراءات انتخاب وكيلي المجلس من عملها، وأعدت تقريرا بذلك أتلوه على حضراتكم. السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد، فبناء على قرار المجلس بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية انتخاب الوكيلين وجمع الأصوات وفرزها، أتشرف بالإفادة بأن اللجنة قد قامت بعملية الفرز وإحصاء الأصوات، وكانت النتيجة كما يلي: عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 581 عضوا، عدد الأصوات الباطلة صوت واحد، عدد الأصوات الصحيحة 580 صوتا. وقد حصل السيد العضو سليمان وهدان على 125 صوتا، كما حصل السيد العضو أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم على 485 صوتا. كما حصل السيد العضو محمد أبو العينين على 412 صوتا. كما حصلت السيدة العضو فريدة الشوباشي على 71 صوتا. وحصلت السيدة العضو حنان عبد المنعم عوض على 6 أصوات. وحصل السيد العضو محمد عبد العزيز على 45 صوتا. وحصلت السيدة العضو سحر بشير معتوق على 5 أصوات. وحصل السيد العضو محمد أحمد الجبلاوي على 11 صوتا. وعلى ذلك أعلن انتخاب كل من السيد العضو أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم والسيد العضو محمد أبو العينين وكيلين للمجلس. السادة الأعضاء، باسمكم جميعا وباسمي شخصيا أتقدم بخالص التهنئة للسيد العضو
المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم، والسيد العضو الأستاذ محمد أبو العينين على فوزهما بمنصبي وكيلي المجلس، متمنيا لهما خالص التوفيق والسداد في أداء مهامهما بما يحقق الصالح العام للمجلس ولجميع فئات الشعب المصري. وإني إذ أكرر تهنئتي للسيدين وكيلي المجلس، أدعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير مصر وصالح شعبها. والآن ليتفضل السيد العضو المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم وكيل المجلس بإلقاء كلمته.